أعطي مقدمة عن موضوع الندوة. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتعريف بزملائنا اللي راح يشاركونا إن شاء الله. بداية أرحب بالدكتور عمار البيطار، طبيب نفسي وأخصائي في برامج الدعم النفسي والاجتماعي في الجمعية السورية أو الجمعية الطبية السورية الأمريكية، معنا من تركيا. أهلا وسهلا دكتور عمار، بشرفنا حضورك. كما أرحب بالأستاذ أحمد شيخاني، وهو معالج نفسي ومدرب أساسي في مجال بناء القدرات المجتمع المحلي في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، أيضا معنا من تركيا. كما نرحب بأنس. الأستاذة علاء كبتول، وهي أخصائية الطبية الأمريكية، معنا من لبنان. حقيقة وجودكم يشرفنا، وأكيد سيثري إن شاء الله هذه الندوة النقاشية. إضافة إن قبل البدء في هذه الندوة، أني يعني أكرر أو أشد على جميع المشاهدين أو اللي التحقوا معنا في هذه الندوة إلى إمكانية إرسال أسئلة في أي مجال يخص موضوعنا. موضوعنا الآن إن شاء الله راح يتركز بشكل أساسي على الآثار النفسية والاجتماعية جراء إجراءات الحظر الناجمة عن تفشي فيروس أو جائحة كورونا أو الكوفيد 19. حقيقة كنا نعلم مدى الضرر أو الشلل اللي أصاب شتى أنحاء العالم وأصاب جميع القطاعات وأثر على كافة الشعوب، ولعل الجانب النفسي الاجتماعي ربما قد يكون هناك إهمال أو غموض في بعض أو في فهم هذا الجانب، لكن هو يشكل جانب أساسي لا يتجزأ من موضوع الصحة النفسية. فشعار منظمة الصحة العالمية دائما أنه لا صحة بدون صحة نفسية. وكما نعلم وتعلمون أن اللاجئين ربما يكونوا هم الأكثر تضررا من إجراءات الحظر الناجم عن تفشي فيروس كورونا نتيجة للظروف الصعبة اللي بيشوها، وربما نتيجة للظروف اللي عايشوها من قبل بحكم الخبرات الصادمة اللي تعرضوا لها أثناء التهجير أو الانتقال من بلد إلى آخر. نراقب إن شاء الله هذه الأمور بما يخص الآثار الجانبية النفسية والاجتماعية. إضافة راح نركز على موضوع الأعراض النفسية المحتمل ظهورها أثناء وخلال وبعد يعني جائحة أو فيروس كورونا. ونحن عندما نتكلم عن كورونا حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هذه الجائحة انتهت، لا زال العالم حقيقة يرزح تحت تأثير هذا الفيروس. لن نخوض في قضايا طبية ليست اختصاصنا، لكن يهمنا الآثار النفسية والاجتماعية اللي طالت اللاجئين. كما ذكرنا أنه بحكم هم يعانوا سابقاً، فهل هذه الأعراض زادت أم قلت؟ كيف يتم التعامل ما بعد زمن كورونا؟ هل ستطرأ أعراض أو أمراض ربما نفسية جديدة؟ كيف تكون الأمور المرتبطة بالجانب التكيفي؟ وقضايا كثيرة حقيقة إن شاء الله نحاول بما يسعنا من وقت أن يعني نغطي جميعا. أستهل سؤالي للدكتور مع حفظ كافة الزملاء والألقاب، مع الدكتور عمار البيطار، بسؤالي إنه هل الأعراض النفسية برأيك دكتور اللي ظهرت على بعض اللاجئين خلال فترة الحظر جراء فيروس كورونا، هل هي جديدة أم هي امتداد واستثارة لأعراض سابقة نسميها بلغة PTSD فلاش باكس، استعادة ذكريات وخبرات صادمة قد مروا فيها سابقا؟ فهل فيروس كورونا أثار أو ذكر
اللاجئين بتلك الخبرات، فيا ريت تجيبنا على هذا السؤال. انت كرمت دكتور عمار، تفضل. هلا إذا فهمت السؤال صح، فالفكرة اللي بدي أحكي فيها إنه ليس فقط أعراض البي تي اس دي اللي تم إعادة استثارتها، هو الفيروس أثر على كافة صحيح، مناحي الحياة. نعم نحن صحيح، فيروس كورونا هو جائحة، وهي الجائحة تأخذنا لشيء نحن بنسميه بالدعم النفسي الاجتماعي كرايسيس أو أزمة. وبالأزمات كلام بيكون في سليم، تأثر على شرائح مختلفة، يعني معظم المجتمع اللي أنت عايش فيه سواء المجتمع المضيف اللي هو في الدولة المضيفة أو المجتمع اللاجئ بيتأثروا. يعني نعم مثل ما شفنا كان في حظر على مستوى العالم، كان في نقص بالأسرة الطبية وأسرة العناية المشددة، وبالتالي في نعم كتير أماكن نحن كنا محظوظين إنه حسنا أخذنا إذن وأخذنا أضابير مرضانا، الكيس مانجرز كل مدير حالي احتفظ بأضابير المرضى تبعه، وحسنا نتواصل مع مرضانا وحسنا نقدم لهم الدعم اللازم، كنا عم نتواصل مع السجلات الطبية. في ناس ما حسنوا يوصلوا جميل، للسجلات الطبية، وبالتالي ما حسنوا إنه يخدموا المرضى كداعمين نفسيين او مقدمين خدمه. في باثناء الحظر في نحن هون عندنا نسبه البطاله في تركيا بالنسبه للسوريين ارتفعت ل 89%، هذول الناس اللي بيشتغلوا يوم بيوم يعني، وبياخذ اليوم بياخذ اجر بيعيش، ما بياخذ اجر فبده يدور على مصادر للدعم ثانيه، وبيشتروا الادويه مشتركه، ولسه برنامجنا ما كان في دعم للادويه. الحمد لله يعني باول الازمه صار دعم الادويه متوافر، بس لبين ما اتفقوا مع الصيدليه المناسبه لحتى تزود الادويه، فاللي ما بيحسن يشتري الدواء اكيد راح ينتكس وراح تتراجع حالته. هلا في عندنا مرضى اصلا هن عم بيتعالجوا، ونحن مثل ما بنعرف انه شبكة الأمان المجتمعي شغلة مهمة كتير بالنسبة للمرضى النفسيين، إنه نعزز شبكة الأمان المجتمعي، نعزز النشاط البدني المنتظم، يطلعوا يتواصلوا مع الناس. فكان في حظر وخصوصا على الفئات من الفئات الهشة، الفئة اللي هي فوق الـ60 من بالعمر وتحت الـ20، هدول ممنوعين يطلعوا ممنوعين يتحركوا. فهدول الأشخاص معظمهم، أنا المرضى اللي بيراجعونا في المركز لاحظت في عندهم يعني تراجع في حالتهم النفسية، رجعت الأعراض القديمة اللي إجوا فيها. في قسم من المرضى اللي كان عندهم مرونة محدودة، هدول المرضى لما تأثر مستويات الدعم تبعهم هن ما كانوا عم بيعانوا سابقا، كانوا متوازنين بطريقة ما، كانوا تحسنوا على العلاج انتكسوا. حضرتك تفضلت عن أعراض، مثلا في أعراض القلق المعمم وأعراض الخوف من المرض، عندنا بعض يعني المرضى طوروا أعراض وسواسية، في مرضى ما في ناس ما كان عندهم مشاكل صار عندهم، على كان عندهم مشكلة تعالجوا منها من زمن وطابوا منها رجعت المشكلة، يعني عم بيحكوا عن إنه نحن صرنا مثل ما كنا قبل 3 سنين، مثل ما كنا قبل 2 سنين. فهون نحن عم نحكي عن يعني إذا قسمناهم ناس مرضى وتراجعوا، ناس كانوا مرضى وشفيوا رجعوا انتكسوا، وفي ناس أصلاً كانت مرونتهم على الحد الأدنى، المرونة النفسية تبعهم مناعتهم النفسية كانت بالحد يعني اللي عاملة توازن حرج، فلما صارت الجائحة بسبب الضغط والشدة النفسية اللي تعرضوا لها من مختلف الجهات، سواء من مصدر العيش سواء من نقص أو ضعف شبكة الأمان المجتمعي أو من عدم قدرتهم للوصول لأماكن الخدمة، عدم معرفتهم بأن الخدمة يمكن تقدم أونلاين، فهدول الأشخاص طوروا أعراض جديدة وصار عندنا انضاف عندنا عدد من الأشخاص لقائمة المرضى اللي عم بتراجعنا. احنا بنعرف انه حسب هرم التداخل تبع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تقريبا 50% من الناس بتكون مخاوفهم على الخدمات الأساسية، على وجود المدارس، على وجود مراكز الخدمات الطبية، على تأمين حاجات الاحتياج الأساسية من مأوى من مأكل من مشرب. فالناس اللي ما عاد عندهم شغل هدول الناس أكيد صار عندهم إشكال. في عندنا شريحة من الناس اللي معتمدين في الأساس على شبكة الأمان المجتمعي، في عندي 20 ل 25% من الناس اللي لما انحرموا من هي شبكة الأمان المجتمعي مصادر القلق تبعهم زادت، وفي عندي الحالات اللي هي بدها تداخلات فردية تحت اختصاصية اللي ممكن إنه كان الاستشارات البسيطة الإرشادية ممكن إدارة حالة بحاجة لخدمات بمجالات أخرى.
كمان هدول 15% من الناس هون ممكن تنحل مشكلتهم. المرضى النفسيين بالأزمات تقريبا بيتضاعفوا مثل ما بتقول منظمة الصحة العالمية، فأنا عندي تقريبا نسبة 10% من الناس بحاجة لتداخلات اختصاصية. هلأ بهالحالة هاي أنا شفت أنه صار في الحاجة لتداخلات اختصاصية أكثر، ولكن الوصول للخدمة أقل، مما يعني خلى العبء على الناس، الأعراض يعني شدتها صارت أعلى ومدتها صارت أطول. الصوت واضح دكتور عمار؟ هلا طلع الصوت. اوكي الصوت. عودة لما قلت او عقبت عليه، شكرا على اجابتك للسؤال وتاكيد لكلامك انه يمكن انقسم الناس او الفئات لاشخاص مرضى بالاساس وهم على الميديكيشن او بياخذوا ادويه نفسيه، وحقيقه هذا احنا عايشناه كمان في مخيم الزعتري في الاردن، انه في اشخاص وكما يعلم الدكتور هو اخبر مني في مجال الاضطرابات النفسيه الذهانيه مثلا كمرضى الفصام، او الاشخاص اذا ربما قطعت عنهم الدواء ليوم او يومين ربما تصير هناك انتكاسه وتعود الاعراض ربما اشد مما كانت في السابق. فهذا ربما كما ذكر واكد على كلام الدكتور عمار البيطار انه زاد من الاعراض النفسيه. ساعود اليك دكتور اكيد لانه في هناك كثير من الاسئله فيما يخص مجال الاعراض النفسيه. انتقل الان لاستاذنا الكريم احمد شيخاني. استاذ احمد برايك يعني شو التحديات او الصعوبات المرتبطه بالجانب التكيفي اللي خلينا نقول واجهت الأطفال، والأطفال هي فئة من فئات أو شرائح المجتمع وربما في جميع أنحاء العالم ربما كانت هي الفئة الأقل حظاً واللي تضررت جراء الحظر المنزلي؟ يعني إحنا نحكي كتجربة في الأردن زادت مدة الحجر تقريباً عن شهرين ونص، الآن بدأت شوي تتحلحل الأمور أو صار في شوي انفراجات. برأيك شو اللي واجهت الأطفال خلال فترة الحظر المرتبطة بأزمة كورونا، لا سيما كمان لن نغفل أهمية خطر جائحة كورونا كمرض، ويعني وسائل الإعلام أنا في رأيي كمان في هذا الجانب ربما يعني تلعب سلاح ذو حدين، هي تنقل ولكن ربما أحيانا تضخم أعداد الأموات اللي كانت في البدايات أو أثناء الذروة تاعت فيروس كورونا. فهذه كلها في رأيي هجمات تثير الرعب وتدب القلق لا سيما لدى الأطفال، فكيف ممكن برأيك دكتور أستاذ أحمد تعامل أو شو التحديات اللي واجهت الأطفال؟ تفضل. شكرا جزيلا لك، شكرا للدكتور عمار. انا بس بالبدايه اذا تسمح لي هيك بدقيقتين حاول بس ارجع لسياق العام اللجوء، لانه انا بشوف انه تأطير المساله بشكل او باخر مهم لحتى نقدر نوصل للحديث عن الاطفال. انا بشوف انه بالعموم السياق اللجوء هو مساله يعني من التجارب الانسانيه هيك الفريده، على الرغم من انه في عنا كثير يعني احداث نتج عنها لجوء كثير من الناس. بأثناء أو خليني أقول تجربة اللجوء في عنا نقطتين أساسيات بيعيشوا اللاجئ، سواء كان هو عنده اضطراب نفسي طور اضطرابات نفسية أو هو حتى ما أظهر أعراض ترقى إلى أن تكون أو تصنف على تحت أحد الاضطرابات النفسية، اللي هو الشعور بفقدان السيطرة بالعموم، خاصة الأشخاص اللي لجأوا نتيجة ظروف حرب مثل اللاجئين السوريين. عموما بشكل او باخر عدا عن الخسارات وعدا عن الاحداث الصادمه اللي هن شافوها، بشكل اساسي بحياتهم مساله فقدان السيطره على الدائره الضيقه حتى من اشياء من 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 امور حياتهم، فبالتالي قرار انه هو يبقى او يطلع، قرار انه هو يقدر يدفع عنه الاذى، مسائل كثيره لها علاقه بالاحداث اللي هو تعرض لها بتخلي شعوره بالسيطره أضيق، مساحة السيطرة بحياته أضيق. بالإضافة إلى عامل ثاني أنا أشوفه مهم هو مسألة الخوف من المجهول،
عموما اللاجئ هو ينتظر دائما ما سوف يحدث معه، عموما هل هو سيبقى في هذه البلد، هل سيعود، هل يتأقلم، هل ما يتأقلم، هل يتعلم لغة البلد اللي هو موجود فيها، هل هي البلد اللي موجود فيها هي مؤقتة رح ينتقل لبلد ثاني ليستقر فيها، ولا أنه هو رح يبقى بهذه البلد. فكثير من الأشياء بالنسبة له الأفق مش واضح. هدول التنتين بحد ذاتهم بيصنعوا الكثير من التوتر بالعموم. فاللي بيصير او اللي صار عموما يعني نتيجه ملاحظتي وتجربتي بالفتره السابقه، انه سواء الاشخاص اللي هن عندهم اضطرابات ولا اللي ما عنده اضطرابات، هدول العاملين رجعوا تحركوا مره ثانيه بمجال حياتهم من جديد. هلا اللي ليش عم حاول ابدا من هون؟ لانه عموما الاطفال بيتاثروا، معظم تاثرهم هو نابع من طريقه تاقلم او خليني اقول طريقه تعامل ابائهم مع هذه الأحداث بحياتهم، وخاصة كل ما نزلنا بالعمر أكثر كل ما كان التأثر بالأهل وبطريقة الأهل بالتأقلم هي مرتبطة أكثر. يعني الأطفال ممكن يكون، إذا عم نحكي عن أطفال السنوات الأولى، ممكن هو إذا كان أي كارثة بالحياة عم تصير طالما علاقته مع أمه آمنة فبالتالي هو لا يعنيه ما يحدث في العالم، ولكن كل ما كبر أكثر كل ما تعددت عنده مصادر المعلومات كل ما بيكون على اطلاع أكثر. التحديات بوجه الأطفال أول شيء هو انقطاع عن حياتهم الروتينية الطبيعية. عادة الأطفال هن من المفيد لهم بالحياة أن يكون في روتين معين، ولو كان الروتين هذا عام، يعني أنه بيروح على المدرسة بيرجع من المدرسة بيشوف بالمدرسة بيتعلم مع أصدقائه بيلعب معهم بيرجع على البيت بيأكل بيلعب مع أهله بيكتب وظائفه. هذا الروتين عموماً بيعطي الطفل شعور بالأمان، بيعطي الطفل إحساس بأنه البيئة اللي هو عايش فيها هي بيئة متوقعة قابلة للتنبؤ، يعني يعرف ما سوف يحدث فيما بعد. عموما كنت عم أقول قبل شوي مو بس الكبار، حتى الأطفال بالذات بيخافوا من المجهول. عموما شعور الخوف من أنه شو راح يصير فيما بعد هو مصدر قلق بالنسبة للكبار والصغار. فبالتالي غياب أو انقطاع هذا الروتين عند الأطفال بيخليهم في مشاعر القلق بتنتقل لهم انه شو راح يصير فيما بعد. يعني حتى ممكن الاطفال اللي هن باعمار التفكير السحري او التفكير الخيالي انه ممكن يتخيل عن هاي المعلومات اللي عم يسمعها واللي هي متوفره طول الوقت بالانترنت، ممكن يتخيلها بطريقته الخاصه، قد يسند بعض منها الى شكل انه يعني شو هاي الكائنات اللي هي عم تخلي الناس او خلت الاهل يخافوا بهذه الطريقه، او انه ممكن يكون بعض الاحيان انه ممكن في بعض الممارسات قد تكون خاطئه بالتركيز لضبط سلوك الطفل، انه اذا بتصير كذا فبيصير معك كذا، ففي حاله التخويف عند الاطفال، فممكن هذا كمان يصنع عندهم او يضاعف عندهم حاله الخوف من هذا يلي عم يصير. فبالتالي عموما اذا بدي ارجع للاطفال، مسألة الروتين، انقطاع وغياب الروتين بالحياة حياتهم العادية هو مسألة مقلقة بالنسبة لألون، بتخليهم هن يتوتروا أكثر. مسألة غياب المعلومات، يعني أنه عدم وضوح المعلومات، الطفل صحيح قد بيكون قاعدين نحن وياه بنفس القعدة وعم نسمع التلفزيون أو عم نسمع الخبر وعم نشوفه، ولكن طريقة إدراك الطفل لهي المعلومات هي مختلفة عن طريقة إدراك الكبار. فبالتالي هون ممكن يكون في إدراك طفولي، أو حتى الطفل لسه ما عنده المهارات الفكرية اللازمة ليحلل ويركب ويستنتج الواقع، على الرغم أنه حتى إحنا الكبار اللي عندنا هالمهارات بهذا البحر الكبير من المعلومات اللي كان معظمها مش دقيق مش علمي، فبالتالي هذا لحاله كان عم يصنع عنا التوتر، فما بالك عند الأطفال. النقطة الثالثة هو لما الأهل عموماً بيكونوا مشغولين بخوفهم، مشغولين بتوترهم، مشغولين شو رح يصير فيما بعد. يعني مثل ما تفضل دكتور عمار، كثير من الناس فقدوا مصدر رزق، كثير من الناس كان عندهم هن مشاكل، وهن يعني كنت عم بقول انه اللجوء بحد ذاته هو تجربه صعبه، فبالتالي بيرجع الشخص نفسه عنده هذا الانشغال، عنده هذا الخوف، فهذا حاله الخوف، حاله القلق او حاله التوتر اللي يمكن تصير. الأب بده يعيشها، الأم بدها تعيشها، فبالتالي هو رح ينشغل شوي عن أطفاله بهذا الخوف. فبالتالي عموماً والطفل لما بيخاف، يعني صار في عنده عدة مصادر خوف للطفل بهالحالة هاي، الأهل خايفين، هو عم يشوفهم كيف خايفين، البيئة عموماً صارت مختلفة عليه، صار هو بمكان محصور بقلب البيت، الروتين انقطع، المعلومات معنا كثير خليني أقول قد تكون دقيقة، فبالتالي هون الطفل بحكم كل هاي العوامل هو حينتقل له هذا التوتر وهذا القلق وحيعيشه بشكل أو بآخر، فبيطلع عنده كثير أسئلة، وعموما بينعكس هذا حتى يمكن على سلوكه، بمعنى أنه ممكن يصير في عنده زيادة حركة لأنه المكان ضيق وهو عنده طاقة وعنده بده يفرغها بكل الأحوال، فبالتالي المكان بالبيت مو مثل لما هو بيطلع على حديقة أو هو بيطلع على 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 مكان خارج المنزل لحتى يفرغ هذه الطاقة، فهون بصير في يمكن عندنا حركة زائدة، هذا بيعقد المسألة أكثر عن بعض الآباء أو بعض الأهل، إنه هو اللي إحنا متوترين
وابننا صار حريف زياده، فبالتالي هذا ممكن يسمع نوع من سوء التواصل. يعني احنا بدنا هدوء اكثر لما بنحس حالنا خايفين ومتوترين لحتى نتعامل مع هاي المخاوف، نفكر فيها كيف بدنا نتعامل معها، فبالتالي في ضوجه صار حوالينا ونحن مضطرين نقعد كلياتنا مع بعضنا البعض، فهو ممكن يصير في ضغط اضافي على الطفل انه هو بمحاوله تثبيط الحركه تبعه او محاوله ضبطه مره ثانيه، لا تقعد، لا تتحرك، لا تضوج، لا كذا، لانه نحن اصلا خايفين. فتخيل بهي الحاله كل هالعوامل الطفل كيف ممكن يكون عم يختبر كل هذه الاشياء. ما في معلومات دقيقه، روتين حياته انقطع، علاقته مع اطفاله واقرانه، مع اطفال الثانيين من عمره واقرانه انقطعت، عموما الاهل اللي حواليه متوترين، مش بس متوترين كمان صار عم ينقلوا هذا التوتر له وعم يضغطوا بشكل او باخر. فهون صار نحن عم نحكي عن صورة إلى حد ما معقدة مركبة شوي، فيما لو لم ننتبه إلى أنه في أطفال هون هن بحاجة لنعمل معهم شيء. يعني مو مثلنا نحن الكبار ممكن نكون عم نتعامل، نحن عم نفكر بيننا وبين حالنا شو بدنا نعمل، كيف بدنا نصرف، وممكن يعني حتى يكون عندنا فرصة نحكي مع أطفال، مع أشخاص ثانيين، زملاء، أقارب، نحاول نطلع على معلومات، نحاول نتبع التعليمات، بالتالي ممكن نعمل مع حالنا شيء. ولكن في شيء إضافي إلى هذا لازم نعمل مع الأطفال، لازم يكون الأطفال في عنا خليني أقول انتباه أكثر بشوي لهم بهي المرحلة، هن بحاجة ليعرفوا شو عم يصير، بحاجة لتوصل المعلومات بلغة مبسطة مفهومة، معلومات تكون دقيقة، ما في داعي ليقرقوا بكل هاي التفاصيل والأخبار اللي هي ما إلها دور بالنسبة لهم غير أنه بتزيد خوفهم. كثير مهم حتى خلق أشياء مهمة بحياتهم، روتين، خلق روتين بقلب هذا اليوم، بقلب هذه الظروف تأقلم، ومهم أنه نحن ننتبه على تواصلنا معهم وننتبه أنه هن عندهم هاي الطاقة، عندهم هاي الحركة والرغبة بالحركة، ومحرومين من المساحة المناسبة، فبالتالي بدنا نلاقي تعويض أو وسائل بديلة لهذا الشيء. أنا ما بعرف الدكتور عمار راحت صورتك من عندي، فما بعرف إذا أنت طلعت من اتصال ولا أنا طلعت من الاتصال وعم أحكي مع حالي. أنا سامعك أستاذ أحمد وشايفك. الله يسلمك. الدكتور عمار التميمي كان صوته طالعة وراح، فما بعرف انه هو اللي راح ولا نحن اللي طلعنا. هو هلا مو طالع صوته، بده يفتح السبيكر. انه بتصير فيني كثير ايام بالتدريبات، بتصير فيني كثير انه بكون عم درب وبيطلع الاتصال وانا بكمل بكمل بكمل، بعدين بكتشف بعد دقائق او ايام وقت طويل انه الشباب ما حدا معي، انا كنت عم احكي مع حالي يعني. نعم. وبكون صار لك وقت. اوكي. هلا بدك تخصص هون دكتور عمار التميمي ولا دكتور عمار بيطار؟ هلا دكتور عمار التميمي. اوكي. اتمنى يكون هو موجود ما عم معنا. نسمعك. ما عم نسمعك، حاطط ميوت ونسيان. والله انا مش عارف، هي راحت الشاشه وعودت رجعت. الان مسموع ان شاء الله. اوكي. دكتور عمار بيطار سامعني؟ نعم انا سامعك. بعدين إذا كان في عمارين في ندوة مشكلة. بالعكس. بركة بركة. الله يسعدك. تسلم أستاذ أحمد. الله يبارك فيكم. أستاذ أحمد، استقطبني شيء من الكلام الجميل اللي ذكرته فيما يخص تأثير إجراءات الأخيرة الناجمة عن فيروس كورونا على الأطفال. نعم. لمسنا شيء كمان، كلامك سليم جدا فيما يخص المعلومات، مش بس كيف يستقبل الطفل المعلومة، المعلومات المشوهة للأسف. نعم. اللي تصل ربما حتى على ألسنة الأب أو الأم، الأسلوب. نعم. اللي بيوصل، وحكيت عن. نعم. قضية مهمة جدا، النمذجة، قديش الأب والأم واعيين وقادرين على نقل المعلومة الصحيحة. يعني من الأشياء اللي وردتنا فيما يخص الأطفال إنه إجراءات التعقيم المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، الكمامة. نعم. لبس القفازات. نعم. موضوع دار مصطلح، وأنا أذكر حتى أني اعترضت على ذكر مصطلح التباعد الاجتماعي. نعم. أحياناً بسيطة بالمصطلح، وقت عند كلمة المصطلح ما راح صوتك ولا رجع. أقول استغطبني شيء، حتى يعني على في أجهزة الإعلام كلها وحتى على ألسنة متخصصين وأطباء في كافة الاختصاصات. نعم. منهم من عدل ومنهم من يعدل. هي القضية ليست في قضية انتقاء المصطلح، لكن الأبعاد النفسية لانتقاء المصطلح على الأطفال. لما تقول تباعد اجتماعي، فربما هذا يعزز عند الأطفال فيما بعد زمن كورونا
انه يبقي مسافات بينه وبين الاخرين، وهذا ربما يدخل في مشاكل اجتماعيه. الان نحكي احنا عن الحيز الجسدي والحيز الشخصي، هذا ضروري لكن لا يؤثر على الجانب الاجتماعي. موضوع الماسك والقفازات والتعقيم شيء جميل، ويعني يعزز من موضوع الصحه الجسديه والنظافه وقضايا مهمه جدا، لكن المبالغه فيه للناس العاديين، مبالغه فيه للناس اللي بيعانوا من اساس من وسواس قهري. يعني من الجميل المضحك وغير المضحك انه احد مراجعيني في مجال الوسواس القهري جاءني واتصل في والله بيقول لي شايف يا دكتور، قلت كل كلمه اقول لك اياها عن التعقيم صحيحه. نعم اوكي. يعني فبالتالي يعني هناك مصطلحات برزت او ابرزها فيروس كورونا، الفئة ربما اللي تكون مضللة في فهمها أو يسوء فهمهم الأطفال. إذا سمحت في هذه الجزئية، كيف ترى كيف الأطفال تفاعلوا بها؟ لأنه أنا رأيت في أحد وسائل السوشيال ميديا إنه في طفل أمه حاولت تشيل الكمامة ما قدرت تشيلها منه، وكأنها أصبحت جزء خروجه من البيت. نعم فضل. نعم نعم. هلا هذا بتصوري يعني انه ممكن يكون نابع من طريقه تقديم هاي الاجراءات الجديده للاطفال. يعني هل هي قدمت على شكل تخويف؟ هل هي قدمت على شكل انه الاجراءات اللي ممكن تساعدنا؟ قبل شوي كنت عم احكي عن مساله السيطره وفقدان السيطره، فبالتالي ممكن واحده من الاشياء اللي كنا انا حتى بشكل شخصي عم احاول اركز عليها انه في شيء اللي احنا ما قدرانين نعمل معه شيء لحد الان. الكبار عم يشتغلوا، العلماء عم يحاولوا يطوروا ويلاحقوا يشوفوا شو المشكله اللي برا او كيف ممكن يتم التعامل مع هذه الجائحه، ولكن نحن الاجراءات اللي فينا نعملها انه نلتزم بواحد اثنين ثلاثه، منها انه نغسل ايدينا او نعمل مسائل التباعد. فهي اجت قد اذا كانت الطريقه اللي تقدم فيها المعلومه هي معلومه لحتى نقدر نحمي الطفل، فبالتالي هي بتصور مساله الطفل قادر على تقبلها وقادر على التاقلم معها. ولكن اذا اجت على شكل اما اوامر من دون شرح كافي، فهي بالتالي ممكن هون نواجه فيها بعض الاشكالات، او اما قد تكون من شكل تخويف. عاده نحن بمجتمعاتنا ميالين للتخويف اكثر، يعني اذا ما بتحط الكمامه هلا بتموت لا سمح الله او مدري شو بيصير. فهون ساعتها بقدر بفهم ليش الطفل ممكن يكون عنده رعب شديد او خوف شديد انه هو يشيل مثلا او يكسر اي قاعده من هي القواعد. فانا بشوف انه التواصل المباشر المبسط مع الطفل وتقديم خليني اقول يعني تبعات الاشياء، بمعنى انه لما عم نحط الكمامه هي لحد الان هي فكره مؤقته لحمايتنا، لكن مستقبلا يمكن هذا يتغير. نعم. فبالتالي نحن ممكن نرجع نمارس حياتنا بشكل طبيعي. لما ما عم نقرب على الاطفال بهذا الشكل هذا كمان هو مؤقت، ممكن نرجع نلاقي العاب ثانيه، او ممكن حتى تكون فرصه للابداع عند الاطفال. دائما الاطفال عندهم هذا الحس الابداعي انه تعال نشوف كيف ممكن انت تلاقي لعبه، تخترع لعبه تنبسط فيها مع رفيقك من دون ما تتلامسوا او تحازوا على هي المسافه. فبالتالي هم ممكن بقى يطلع معهم اشياء يعني انه ابداعيه حتى خارج الصندوق. دائما هاي الازمات اخي احمد كمان يعني قد ما هي مظلمه لكن هناك بارقه امل وضوء. نعم. وتخرج. نعم. دائما. نعم. يقال كما يقال انه الابداع يخلق من رحم المعازم. صحيح. شكرا شكرا لك على الاسئله الدقيقه الاجابات الدقيقه استاذ احمد. الله يبارك فيك. ننتقل لأستاذتنا آلاء الكبتول. كبتول إن شاء الله أكون لفظت باسم صحيح. أهلا وسهلا أخت آلاء، سمعتينا وشايفتينا؟ مزبوط سمعتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك. برأيك أستاذة آلاء، شي أهم العوائق والصعوبات اللي واجهت اللاجئين من الناحية الاجتماعية جراء ظروف الحظر المنزلي أو الناجم عن انتشار أو تفشي فيروس كورونا؟ شكرا لك أول شيء، وبدي أشكر الأستاذ أحمد على المعلومات الحلوة اللي قدمها بخصوص الأولاد، والدكتور عمار كمان شكرا كثير لك على هاي المعلومات. بالنسبة للمشكلات والصعوبات اللي بتواجه اللاجئين خلال فترة الحظر، إجمالا الظروف العامة اللي واجهت اللاجئين خلال أزمة كورونا هي من أهم المشكلات والصعوبات، يعني الظروف العامة، لأنه حياة اللاجئين قبل كوفيد كانت بتعاني من صعوبات اجتماعية واقتصادية.
فجأة صار في جائحة اسمها كورونا، كانت صدمة تسببت بعبء جديد على كاهل اللاجئين السوريين. غالبا ما لقينا لقوا اللاجئين أنفسهم ما لهم قدرانين يوصلوا لسبل الرعاية، بظل انتشار أمني، ظل حالة تعبئة عم تتمدد كل فترة وفترة، ظل حالة طوارئ صحية بالبلاد. ففيروس كورونا ما كان مجرد أزمة صحة بدنية، كان كمان عم يؤدي لأزمة صحة نفسية اجتماعية على اللاجئين. فاللاجئين كان عندهم مخاوف كتير كبيرة من الصعوبات اقتصادية كمان. اقتصادية مزبوط. الاقتصاد قبل كورونا وبأثناء كورونا الأزمة عم تزداد، الأزمة عم تزداد يوم بعد يوم كمان. فاللاجئين السوريين مخاوفهم كبيرة، من أكبرها بظل الأزمة الاقتصادية هن خايفين بالدرجة الأولى من الجوع، بدي أقول لأنه الصعوبات هي الخوف أول شيء، الخوف من العدوى لأنه ما عم يقدروا يطلعوا، الخوف يطلعوا مع الحفاظ على الأخذ بالتدابير الوقائية، تدابير السلامة، هن عم يكونوا بعزل، فهذا العزل أدى لفقدان سبل العيش، ما عم يكون عندهم نظرة واضحة للمستقبل، ما عندهم يقين إنه شو بده يصير بكرة، فهن لما اضطروا إنه ينعزلوا خسروا في كتير عالم، خسرت وظائفها للأسف مثل ما ذكروا كمان، في كتير عالم نسبة كبيرة من اللاجئين كل يوم بيومه بيشتغلوا بياخذوا أجار يومي، يعني أجار يومي هذا الشيء فقدوا انحرموا منه، بالإضافة للوصم التمييز اللي عم يعاني منه اللاجئين خلال فترة الحجر الصحي. كل هاي عوامل مساهمة صارت يعني صارت عم تشكل مخاوف كتير كبيرة مع الوضع الاقتصادي المزري. فمواجهة الجائحة هاي عند اللاجئين لازم ينعطى أولوية للدعم الصحة النفسية خلال مسيرة التصدي لفيروس كورونا. يعني في الأفراد دائما بيطلعوا إنه شو فينا نعمل بالوضع الاجتماعي، عم يكونوا مكتوفين الأيدي ما عم يقدروا يعملوا شيء، بس نحن بنقول دائما إنه يطلعوا بنظرة إيجابية، في مؤسسات غيرت مخططاتها، شركات غيرت مخططاتها، دول غيرت مخططاتها، فالأفراد واللاجئين يتوجب عليهم يغيروا مخططاتهم، فيواجهوا هاي التحديات، تكون المحيط الاجتماعي نظرهم له شوي إيجابية، نبعد السلبية، نبعد مسببات التشاؤم مع إنه كثيرة صارت، بيشغلوا حالهم على طول بالفكرة السلبية اللي بتكون دائما إنه النهاية هي نهاية تعيسة، دائما بتكون ببال اللاجئين إنه هاي أتعس نهاية، بس غالبا ما بتكون النهايات هي بداية جديدة. عشان هيك نحن دائما بنقول إنه لازم يكون في عندهم مرونة حتى هن يكون متأهبين دائما لكل شيء طارئ، كل شيء ماله بالحسبان، الإنسان لازم يكون في عنده مرونة. كمان بنقول إنه ما يكونوا عم يمارسوا دور الضحية للواقع الحالي والظروف الاجتماعية الصعبة. يعني إذا ضل اللاجئ عم يمارس دور الضحية فهو ما لح يقدر يتغلب على الأفكار السلبية اللي دائما بتدور براسه وعلى الظروف الاجتماعية الصعبة اللي حوالينا. فتحرير الأفكار دائما بنقول بيخلي الفرد بيبعد عن السلبي، ما يكون مقيد، ما يكون ضايع، ما يكون عم يلوم نفسه دائما، عم يلوم الآخرين، عم يلوم المحيط، عم يلوم الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية. لا، خلي دائما في مفتاح للتغيير داخل كل شخص، حتى داخل اللاجئين اللي هن تقريبا تكيفوا بأصعب الظروف لحتى وصلوا لهي المرحلة اللي نحن فيها اليوم. يعني جائحة كورونا أيام كتير من اللاجئين بيقولوا نحن تحملنا الصعب، وقفت على كورونا، نحن تحملنا كتير، نحن شفنا كتير، نحن مشينا بخطوات أصعب من هيك، فلح نتخطى كورونا. فمنلاقي هي المرونة اللي عند اللاجئ بالنسبة للمرض تخطاها، بس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة هي اللي عم تسبب عنده نظرة سلبية نوعا ما. فمشان هيك نحن دائما بنقول انه لازم يعتمدوا الطريقة الإيجابية بالتفكير، لانه لها كثير مميزات، ومميزات التفكير الإيجابي هو احد أعمدة النجاح بمجالات الحياة المختلفة، مو بس بالمجال، تعطي امل للحياة. صحيح، استقطبني كلمة سمعتها منك اخت الاء اثناء استعراضك عن الآثار الاجتماعية، ذكرتي كلمة شعور اللاجئين بالتمييز. هل شعورهم بالتمييز حسب ما أفهم بالأولوية بالنسبة لتقديم الخدمات، أم شعورهم بأنهم يعني أشخاص غرباء عن المجتمع وأنت تقيمي في لبنان؟ فشعورهم بالتمييز شو المقصود فيه؟ يا ريت توضح لنا يا أكثر.
اللاجئ دائما عم يتعرض للشعور بالتمييز، انه هو عم بيحس حاله اقل من باقي الافراد، ما عم يقدر يوصل ليأمن الحاجات الوقائيه لحتى يقدر يطلع اذا بده باثناء بعدم التجول، باثناء الوضع الطبيعي، يمكن هو ما عم يقدر يأمن الحاجات الاساسيه من كفوف، من ماسكات، من مواد تعقيم، ما عم يقدر يأمنها لحتى يطلع يشوف شغله اذا هو بده يشتغل كل يوم، واذا بدون هاي الوسائل فهو عم ينظر له نظره انه لا ما بيصير، وهو فعلا انه ما بيصير يطلع، هو هامل حاله. فهذا اللي قصدته، هذا اللي كان القصد. نعم، عوده لك دكتورنا دكتور عمار. سؤال فيما يخص، ذكرت موضوع الفئات اللي تضررت، الامراض النفسيه والاشخاص اللي كان عندهم اعراض بسيطه والاشخاص اللي اوريدي كانوا عندهم امراض نفسيه. هل برايك دكتور عمار ممكن هاي الاعراض تتزايد او تتفاقم، الاعراض النفسيه بعد الانتهاء من الحظر او ازمه كورونا؟ يعني مثلا الشخص اللي كان يعاني مثلا من رهاب اجتماعي او خوف اجتماعي او قلق معمم او توخم مرضي او رهاب اجتماعي، هل من الممكن ان تزداد هذه الاعراض جراء هذا الفيروس أو هذه الأزمة؟ هلأ يعني نحن نرجع من حيث البداية، ليش الناس بتخاف كتير؟ وحكى الأستاذ أحمد، يعني نحن عم نحكي بسياق لجوء وفي تداخل بين، هلأ يعني نحن في تداخل بين الهوست كوميونيتي المجتمع المضيف وبين الناس اللي لجأوا له، وعايشين احنا مع بعض وعم نسمع صوت سيارات الاسعاف مثلا وهي عم تروح وتجي. هلا بالسابق كنا نسمع صوت سيارات الاسعاف وكانت عادي انه في حدا احتاج لاسعاف، اما حادث او مريض بحاجه، سيده في حاله وضع. بس هلا صار كل صوت اسعاف بيجي نحن بنفسره على انه هي حاله جديده، هي حاله جديده، وكل يوم في عنا عداد عم يشتغل، العداد عم بيقول عدد الوفيات، عدد الحالات، عدد الوفيات، عدد اللي تعافوا، وعم بيصير في عنا اجراءات مثل الحظر اللي يعني مثل ما فهمت انا منظمه الصحه العالميه قالت انه مؤخرا كان في يعني ما كان في فهم واضح لموضوع العدوى، فكانوا يفكروا انه كل مين حمل الفيروس ولو ما كان عنده اعراض ممكن ينقله. هلا عم يقولوا لا، انه الشخص اللي عنده اعراض هو اللي بينقل العدوى، فبالتالي الجهل هو مصدر للشيء اللي حكى عنه الاستاذ احمد، الغير الوضوح. انا قدامي شيء مو واضح، أنا ما بعرف شو بده يصير، هل ممكن أنا أمرض، هل ممكن إنعدى، هل ممكن بينتقل الفيروس عن طريق كيس النايلون ولا عن طريق الخضرة بدها كيف بدنا نعقمها، ولا صارت الناس تركوا تشتري معقمات، في تخبط صحيح. نعم، ما في معلومة واضحة، وصار السوشيال ميديا مطلق معلومات كتير كتير، وبطلت بالضبط. الناس هلا حضرتك مستنير عم تشتغل بمجال معين، أستاذ أحمد، أستاذي آلاء، الأطباء الممرضين عندهم مصادر جيدة للمعلومات، عم يعرفوا هاي المعلومات، بس باقي عموم الناس ما بيعرفوا يميزوا المعلومة الصحيحة من المعلومة الخطأ، لبين ما صارت الناس فهمت أنه مصدر المعلومات هو وزارة الصحة فرضا، وأنه العداد تبعنا هو عداد وزارة الصحة، وأنه في معلومات عم تتهول كتير، وأنه اللي ينطبق على إيطاليا مثلا لا ينطبق، وإسبانيا لا ينطبق على تركيا، والفوعة كانت صحيح. في الصين أول زيادة بعدين خفت، شافوا الناس أنه بلشت تخف، والله في بلد خساره الاعراض عم تخف فيه. هون مثلا قديش الامكانيه، يعني اول ما الناس عطلت وفي حالات كثير والسلطات ما عم تخبرنا، بتصير الاشاعه هي اللي بتعمل بتزيد الخوف، بتزيد الوهم، الناس تتوهم. فبالتالي هلا حاليا بعد ما الناس صارت تفهم، فهمت اكثر، ثقافتها الصحيه تحسنت، معرفتها بالأعراض والعلامات، معرفتها بوجود إمكانية إنه هاي الحالات إذا أنا مرضت شو ممكن ساوي، بخبر رقم فلاني بيجوا بيعملوا لي تحليل، هذا التحليل عم بيعطي إذا في إيجابي ولا سلبي، وإذا كان إيجابي ما في أعراض عم يقولوا للزلمة خليك في البيت، أو للشخص المصاب خليك في البيت ولكن عزل حالك عن باقي أفراد الأسرة. كيف بدي أعزل حالي؟ النظافة، التغسيل، إنه ما يكون في كتير تداخل، التلامس، حتى هني مثلا لمس، وضع الكمامة، لمس الأنف والفم والعين، صارت الناس تعرف فخف الخوف، صار في إدراك وتصور لشيء اللي عم نواجهه، شافوا السلطات الصحية قادرة أن تتعامل مع الحالات، فصار في اطمئنان أكثر.
صاروا يعطوا فرصة للناس حتى تطلع، مثلا الأطفال يطلعوا في بعض الأيام حسب الخطة اللي تبعوها هون، صاروا الكبار في السن يسمحوا لهم يطلعوا، هلأ فكوا الحظر وصار كل حدا مسؤوليته نفسه، هو مسؤوليتك نفسك. فالشخص حتى هلأ يعني نحن كنا مثلا وقفنا الخدمات في المركز، فصارت الخدمات كلها أونلاين، فالناس صارت كمان متوجسة، معناتها شيء كتير صعب. هلأ لما مثلا نحن مبارح اجتمعنا بالمركز واتفقنا على انه السلطات سمحت بفتح خدمات الصحه العامه، فنحن يوم الاثنين ان شاء الله حيكون في دوام في المركز، والناس حتبدا تيجي على المركز، الحالات الجديده حنقول لهم تفضلوا على المركز، الحالات اللي عم تاخذ جلسات علاج نفسي حنقول لهم تفضلوا على المركز، لانه ما عاد حنقدم الخدمه اونلاين، حتضل الخدمه اونلاين على الناس اللي حكينا معهم باماكن بعيده، يعني حيكون السبب هو البعد، والحالات اللي بدها متابعه بسيطه، اخذ جرعه الدواء، تحسن الدواء، بدي جدد، حالتي صارت هيك، في داعي يعني عم يسالنا المستفيد قبل ما يجي، لما عم بيجي على المركز عم بيشوف الناس عم تاخذ احتياطاتها وبلشت الحياه ترجع. حكى الاستاذ احمد عن كثير شيء مهم اللي هو التطبيع، انه ترجع الحياه الطبيعيه، الناس تفيق بكير، المواصلات تتحرك، الناس تروح على شغلها، المحلات تفتح، في بيع، في شراء، في بس في معايير للحماية عم يطبقوها الناس، والسلطات عم تكون ساهرة على هذا الموضوع. كل هالإجراءات هي طمنت الناس وصار في تراجع كتير بالأعراض، والناس رجعت معظم الحالات بترجع للشيء الطبيعي اللي كانت عليه قبل. صحيح، بس في فئة ما زالت دكتور بعرش عمار بتأيدني فيها، بعد ما خففوا إجراءات الحظر ويعني خففوها شوي على العالم لأسباب ربما اقتصادية كمان، لأنه لا تستطيع أنك تضحي على ما في، أو هي في رأي المجتمع كمان وقد مؤامرة، وأنه هذا الباقي، فهذا أثر على كيفية التعامل مع جائحة ومع الإجراءات الحظر. أنا ما سمعت الجزء الأول من كلامك. أعيده، قلت إنه دكتور عمار إنه بعض الفئات نتيجة التخفيف من الحظر المنزلي إنه فتحت العالم تقريبا تزامنا مع الانفراج التدريجي في شتى أنحاء العالم، بالرغم من أنه يعني الأعداد ما زالت في بعض الدول في تزايد وفي بعض الدول في تناقص، أكد لبعض فئات أو شرائح من المجتمع اللي تؤمن بنظرية المؤامرة، وأنه هذا الفيروس عبارة عن حرب سياسية اقتصادية الهدف منها السيطرة، ولن نخوض في تفاصيلها، خلت أو أثرت على منظومة التعامل في التعامل مع جائحة كورونا. يعني البطل حدا يؤمن، يعني مثلا أقول لك وأنا سمعتها من بعض اللاجئين، يعني إنه هو في ضل حدا بلبس كمامة وكفوف يعني بالمعنى البسيط. فهؤلاء الأشخاص كما ذكرت أستاذتنا ألاء إنه لديهم تشويهات معرفية أو أخطاء في طريقة التفكير أثرت، أو ربما وسائل الإعلام عززت لديهم مفاهيم نظرية المؤامرة. فشو رأيك في هذا، في هذه الزاوية أو في هذه الجزئية؟ هلا نظرية المؤامرة هي يعني في كتير ناس، هي في أنماط تفكير مثل ما حضرتك تعرف، في ناس عندهم الجانب خلينا نسميه الزوري والجانب الوسواسي بالتفكير بهالمنطقة، هي هو سائد أكثر من غيره يعني بأكثر مناطق. صحيح. ونحن نظرية المؤامرة يعني في ناس متشربينها من زمان، وخصوصا في ظل يعني خلينا نحكي نحن غياب المعلومة، أحيانا في تغييب مقصود للمعلومة، في رغبة. صحيح. في حدوث هذه الإشاعات. هلا أنا اللي لاحظته إنه في كثير ناس ما يعني في شيء يعني من الإنكار، إني ما بدهم هذا الشيء بيطمنهم، فهني بيقول لك لا ما في، هذا مؤامرة، هذا كذا، شوف شو صار. صحيح. شوف شو نحن ناس علميين بالأخير، ونحن شغلتنا جزء من مهامنا كمقدمين خدمة هو نأخذ بالأسباب. صحيح. نعم. التثقيف الصحي. صحيح. والتثقيف الصحي المبني على الحقيقة. نحن منتابع، هلأ أنا عم بقرأ لأحد الزملاء اللي بيشتغلوا بالعمل الإنساني، هو طبيب نفسي سوري بيشتغل هو حاليا بأوروبا، فبيشتغل بأكثر مكان، فعم يحكي عن مبارح واليوم عم يحكي عن اليمن،
باليمن في يعني ارقام كبيره مرعبه للايام، خصوصا في اليمن الجنوبي عن الحالات اللي عم تجي على المستشفيات، سواء كان كوادر، نسبه وفيات نسبه عاليه، الناس اللي عم ينصابوا هن شرائح يعني مختلفه، في منهم هلا يعني اطباء، مهندسين، محامين، مدرسين. فما فينا نحكي نحن عن مؤامره في ظل شيء عم نشوفه حقيقه واقعه ملموسه. نحن اليوم انا كنت مع احد الاقارب بالسياره، فعم يقول لي عزيت بفلان، فقلت له فلان هذا اللي توفي في الرياض، قال لي ايه والله توفي بجائحه كورونا، يعني اصيب بكورونا. في اشخاص معروفين بالنسبه لنا توفوا، فهذا حقيقه، هذا شيء حقيقي. بتضل الانسان هو عنده هذا لحتى يتعامل مع الخوف اللي هو ما قادر يتعامل معه، بيتعامل معه بطريقه انه هذه ما انا صحيحه وما انا حقيقه، وانا بعطي لحالي هون شعور، في شعور خادع بالاطمئنان، وانا بقول ما عاد استعمل الكمامه، وشو هذه يا زلمه انت لسه في حدا بيستعمل الكمامه؟ صحيح. فهذا اللي كنا اليوم عم نحكي فيه، يعني حتى صحيح. نحن اليوم الطبيب اللي التركي اللي حامل طبعا بيتواصل مع مديريه الصحه، انه هذا الشهر حاليا لانه سمحوا للاطفال يطلعوا وسمحوا لكبار السن يتحركوا، هذا الشهر هو شهر حاسم. بعد هذا الشهر حنبدا نفهم اكثر كيف حيكون الوضع، هل هدول الناس طلعوا على المجتمع واختلطوا بالمجتمع من جديد، هل اخذ زادت نسبه الحالات، هل ارتفعت، هل صار في حالات زياده. انا بعتقد انه نحن لازم نحارب الاشاعه، لازم نحارب بالمعلومه الصحيحه، لازم كل بلد يكون اللي يعني نحن اذا انا بدي اقيم حالي، من انا لست كمزود خدمه صحه وانما كمواطن عادي، لازم ادور على المعلومه من وين اخذها. بالاردن صحيح. في وزاره صحه، في لبنان في وزاره صحه، في تركيا في وزاره صحه، في يعني مختلف الدول وزاره الصحه هي المصدر الاول للمعلومه الصحيحه اللي بيعطيني حقائق، وهي الحقائق بتساعدني لاتعامل مع المخاوف تبعي. هذا لا ينفي انه في ناس راح تضل عندها، في نسبه من الناس راح تزيد عندها الاعراض او راح تستمر. ليش؟ لانه في اليات اخرى امراضيه بتشتغل ضمن هالناس هي. شكرا لك دكتور عمار. عوده لك استاذ احمد شيخاني، سؤال بطريقه مغايره، انه هل ممكن ازمه او النظر لازمه كورونا او اجراءات الحظر المتبعه بنظره مختلفه استنادا لنموذج المناعه النفسيه، واللي بيفترض انه الاشخاص اللي بيتعرضوا لمستوى معين من الضغوط ربما يكسبهم ذلك منعه او حصانه نفسيه للتكيف مع ظروف الحياه، ولا سيما بنحكي مع اللاجئين اللي تعرضوا سابقا كما ذكرنا لخبرات صادمه اثناء او خلال نزوحهم من بلد الى اخر. تفضل. يعني عمليا صحيح الكلام من حيث المبدا انه اي تحدي في الحياه، اي مشكله او صعوبه بيواجهها الانسان هي بتحمل الاحتمالين، انه هي بتزيد مرونته النفسيه، بتزيد مناعته النفسيه، لانه بيكتسب معرفه جديده، بيكتسب خبره جديده، بيكتسب حتى مهارات جديده. للامانه يعني اذا نظرنا للامور بمنظار العام نجد انه كان في تجارب ايجابيه وخلاقه جدا اثناء جائحه كورونا. يعني عندنا هون مثلا بتركيا كان في مبادره من مجموعه شباب ما لهم اي علاقه باي منظمه، عملوا شكل من اشكال الدعم المجتمعي، تواصلوا مع الناس الفئات المستضعفة بالمجتمع وقدموا لهم المعلومات، بنفس الوقت قدموا لهم حتى ربطوهم مع خدمات للدعم النفسي الاجتماعي، حتى بالسياق الطبي قدموا لهم المعلومات مناسبة وساعدوا الناس على أنهم وصولهم للخدمات بشكل مباشر، خاصة ببداية الأزمة بالفترة الحرجة. يعني مع أنه هنا شباب يعني بمقتبل العمر وكانوا فقط عم يشتغلوا بشكل تطوعي، مبادرة كانت طيبة جدا. فعمليا من حيث المبدأ نعم المرونة النفسية هي يعني خليني أقول جانب يعني المتفرق بالضبط يعني انه هي تماما امام اي تحدي، امام اي صعوبة هي صحيح. فرصة لحتى يعني تتطور مهاراتنا وقدراتنا. بنفس الوقت
فينا نشوف انه ايام المرونه النفسيه تستنزف، اي تستنزف بمعنى اذا اجت عده مصائب او عده مشاكل مجتمعه مع بعض البعض، يعني اذا عم نحكي عن ظروف اللجوء واشخاص مثلا انه شهدوا ظروف صعبه بحياتهم هون واوضاعهم صعبه بمجتمع اللجوء، اجت جائحه كورونا قطعت لهم مصدر رزق لا سمح، يعني مثل ما صار ببعض بالكثير من الناس حدا منهم اصيب او لا سمح الله فقد احد من اسرته. صحيح. فبالتالي هون احنا عم نحكي عن يعني تراكم عدة عوامل قد تستنزف ساعة الصحة النفسية. وهون احنا عم نحكي خليني أقول إنه في عنا إنه قبل وصول الأعراض أو الحالة النفسية لحالة الاضطراب، نحن في عنا تاريخ إنه الاضطراب النفسي لا يأتي بين يوم وليلة. الاضطراب النفسي يتم يتطور عبر سنوات، قد تكون أيام سنوات طويلة بالضبط. صحيح. فبالتالي صحيح. ممكن هذه التراكمات من دون وجود شبكة علاقات اجتماعية قوية، من دون وجود عوامل يعني خلينا متطلبات الحياة الأساسية، من دون وجود استقرار بشكل أو بآخر، فبالتالي ما بيكون في مصادر للمرونة. هون نحن عم نستنزف شوي شوي، فبالتالي إيه في أن الناس تأتي هذه الجائحة يعني لا تسحب منهم آخر ما تبقى لديهم من المرونة النفسية. فبالتالي نحن عنا هاد وعنا هاد بالمقابل. نعم. وبالذات هذا الموضوع كما ذكرت تحتاج او عند خبرات صادمه مثل التعذيب او ربما فقدان اشخاص عزيزين، فهذا اكيد مهما كان، لانه في النهايه هذا انسان سيتاثر مهما تمتع بدرجه من المناعه والحصانه النفسيه. نعم. سيتاثر. هناك سؤال لك كمان اخي احمد من احد المشاركين. تفضل. تكلمنا عن الاطفال ويمكن أي أحد من الزملاء يجاوبه، هل يجب مصارحة الأطفال بأسباب عدم الخروج من المنزل؟ يعني بسبب أني أنا حرمت ابني، بمعنى أنت ما بديش أطلعك من البيت، هل أني أصارحه ولا أخبي عنه الموضوع؟ شو رأيك؟ بالتأكيد لازم أنا أصارحه لأبني، بالتأكيد لازم صارح أي طفل. مسألة المراهنة على أنه هو طفل صغير ما بيفهم أو ما بيعرف، هي مسألة الأمانة أثبتت عدم صحتها يعني عبر هذه السنوات اللي كانت هالقاعدة سائدة مجتمعيا على الأقل. الأكيد بالموضوع أن الطفل بحاجة معلومات، ولكن النقطة المهمة هو القدر المناسب من المعلومة للطفل. لا يصح أني أغرق الطفل بتفاصيل ما بتفيده. صحيح. بس بتخوفه أو ممكن تعمل له أزمة. الأهم بالموضوع أني أنا صارح بالقدر المناسب من المعلومات يلي يحمي هذا الطفل ويلي يفسر له شو عم يصير. قبل شوي كمان يعني كنا عم نقول أنه أنا يعني إنسان عدو ما يجهل، يعني فإذا أنا ممكن يصير هذا. صحيح. في رغبة ملحة أكثر بالخروج إذا ما كان السبب واضح حتى بالنسبة للأطفال. فبالتالي أنه أي أكيد لازم يتم مصارحة الأطفال ليش على سبب عدم الخروج، ولكن بالقدر المناسب من المعلومات الصحيحة حتى والمبسطة تماما، أنه ما يكون في عندي لا أستعمل مصطلحات ولا أستعمل كلمات صعبة بلغة الطفل، أحاول أقرب له المسألة قدر المستطاع. أشكرك أستاذ أحمد. ننتقل للأستاذة ألاء. برأيك أستاذ ألاء، مين أكثر الفئات أثرا بالمشكلات الاجتماعية النفسية؟ عذرا الصوت أبدا ما واضح. لحظة ما وصل. أوكي، علي صوتي أكثر. أعيد السؤال، بقول برأيك شو ما هي الفئة الأكثر من فئات اللاجئين الأكثر تضررا بالمشكلات الاجتماعية النفسية جراء أزمة كورونا؟ تضررت فئة كتير كبيرة من اللاجئين السوريين. هلأ صار فينا نقول إنه اللاجئين كنا نحكي عن فئات المستضعفة، غالبا الأزمات مس أكثر شيء الفئات المستضعفة وأغلب النساء. ومثل ما بنعرف هلأ بالحجر الصحي، خصوصا من مطرح ما أنا عم اشتغل وعم بتعامل مع اللاجئين، العنف زاد بشكل كتير كبير ونسب العنف صارت كمان كتير كبيرة ضد النساء. مشان هيك الفئة المستهدفة كانت اللي أكثر تضررا هي النساء، بس كمان الأطفال كانت متضررة، كمان فئة الذكور كانت متضررة، يعني كل الفئات كانت متضررة. هلأ غالبا
الذكور هن عم يكونوا ما عم يقدروا يفرغوا، ما عم يقدروا يعني ما عم يقدروا لساتهم تحت شعار انه ما بيصير نحكي عيب، نحن عم نتعرض لضغوط كثير كبيره اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا، بس ما نن قادرين يفرغوا غير بالعنف. فمشان هيك غالبا نحن كثير عم نتوجه لهذا الموضوع، انه لازم نعرف انه جميع الفئات هي متضرره، اطفال نساء ورجال. نعم جميل، لكن هناك فئة أكثر من الأخرى ربما النساء، ويمكن هذا يعني على ألسنة كثير من اللاجئات كانوا يتصلوا فينا إنه يعني إن شاء الله يعني يا ريت تفتح وإن شاء الله ترجع الأمور حتى نطلع أزواجنا من البيوت، لأنه أصبح الأزواج يقضوا مدة أطول في البيوت، وهذا بيساهم في صراع الأدوار في الأسرة. ومن المعروف إنه يعني في مجتمعاتنا الشرقية إنه الرجل دائما يذهب للعمل وفي المنزل، فمجرد دخول الرجل للكومفورت زون ما راح ممكن هذا يخلف أزمات أو عنف منزلي أو حقيقة، وهي يعني ظهرت ظهرت أرقام مخيفة بالنسبة للعنف، ازدادت بنسبة كتير كبيرة. كثير في حالات إنه زاد الموهم يحتاج إلى يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى ما بعرف إذا رداءت الصوت بس لعندي ولا مع الأسف إيه ما عم نسمع صوت الدكتور عمار. للأسف إني أنا غبت في عمار البيطار. في رأيك دكتور عمار شو ممكن مجموعة أو عدد من الإرشادات والنصائح اللي ممكن نقدمها للاجئين جراء هذه الظروف أثناء أو حتى بعد الأشخاص اللي ممكن تظهر أعراض نفسية؟ شو أحكي له؟ شخص جاني مثلا يعاني من قلق على سبيل المثال، أفسر السؤال بمثال شديد، زاد هذا القلق أو الخوف أو الوساوس جراء الأزمة، شو ممكن مجموعة من الإرشادات والنصائح اللي تساهم في التخفيف من معاناة هذه الفئة؟ لا نحن كل ما عم نحاول انه بالنسبه لخدمات الصحه النفسيه انه نبسط الخدمه نوصلها ل يعني طالما هذا الشخص اجتاز العقبات الكثيره اللي بتمنعه انه يسال عن هيك موضوع ووصل لعنا، فنحن بدنا نبسط الخدمات، نعطيه شيء عملي اجرائي. كثير الزملاء اللي بيشتغلوا الاخصائيين النفسيين عم يشتغلوا على موضوع شرح موضوع الاسترخاء التنفسي، موضوع الاسترخاء العضلي كاجراءات، هدول كثير بيساعدوا بتخفيف عامل القلق. بما انه فك الحظر هلا وفي مناطق في يعني سواء كان في لبنان ولا كان في تركيا ولا كان في الاردن تشجيع النشاط البدني المنتظم، يعني في مجال للمشي هذا شيء ببلاش، نشاط بدني منتظم بما يعادل نص ساعة يوميا أو ساعة لربع يوم أي يوم لا، في أماكن يعني تكون مقبولة أو يعني مريحة للبصر، في حديقة في شيء. ثلاثة التواصل الاجتماعي، نحن عم نقول تباعد اجتماعي بظل كورونا، لا هو مو تباعد اجتماعي، هو تباعد جغرافي أو مسافي، مسافات الأمان، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي هي شيء جيد لتعزيز الروابط الاجتماعية، خصوصا نحن في عنا مرضى مثلا، أنا في عندي مرضى لهم أهل بمصر وبالأردن وبلبنان وبسوريا والشمال وبالجنوب، فهذا الاستخدام هذا الوسائل التواصل الاجتماعي للتواصل البناء اللي هو تعزيز شبكة الأمان المجتمعي. في فئة السيدات اللي يعني بظل الجلوس في البيت وإذا ما كان في روتين يومي وصارت الناس يعني عم تسرق من نهارها من ليلها لنهارها، يعني مثلا دورة النوم الطبيعية، يعني يفترض الناس انه تنام مثلا بالعشرة 11 وتفيق الصبح بكير مع طبيعة الحياة هيك، ضوء النهار تلقي ضوء الشمس هذا شيء
كمان شيء مجاني انك انت اذا في عندك مجال لانك تتلقى ضوء الشمس لانك تعيش مثل باقي على خليني اقول على طبيعه البلد اللي انت عايش فيه. ناس في الصبح بتوع على اشغالها وجبات الطعام اللي هي الفطور بوقته والغداء بوقته والعشاء بوقته. اذا في حكى الاستاذ احمد عن البدائل، طفل قادر على انه يعني يبتكر يبتدع بس انت اعطيه الادوات تفسح له شوي مجال لحتى يبدأ هو يطور الشغلات اللي ممكن تساعده على أنه يرجع يستعين أو ينعزز له مرونته. أو كون أنت بادر، كون أنت مبادر في أنه تفرجيه كيف أنت ممكن تكون عم تشتغل على بدائل إيجابية. يعني هدوم بالمجمل هن شغلات أساسية بتساعد الناس على أنه يخف القلق عندها، بتخف بتعزز المرونة، بتخفف من التوتر، وبالتالي بتخفف من الضغوط. يعني وخصوصا هلا اذا رجعت الحياه اليوميه تمشي، اللي كان عاطل عن العمل رجع لعمله، رجع مصدر دخله، الخدمات انطلقت مره ثانيه. يمكن عمار كان يعني في شغله مهمه هي انه نحن الناس بتخاف من 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 الشيء اللي مو موجود. يعني اذا ما في خدمه طبيه فالناس بتخاف انه تمرض، اذا مرضنا شو بدنا نساوي؟ فبما أنه معظم الناس رجعت تقدم الخدمات، يعني مزودين الخدمة رجعوا يشتغلوا، فحتى المريض النفسي اللي بيعرف حاله اللي زاد عنده عنصر القلق أو الخوف أو تفاقمت أعراضه، لما بيعرف أنه مركز الخدمة، المركز اللي أنا كنت لقى منه الخدمة رجع للعمل وفعال، فأنا إذا احتجت بلاقي مين يرد علي. أو لما عرفت الناس أنه الخدمة عم تتقدم أونلاين، فنحن تقريبا عدد المستفيدين ما نزل كتير عندنا في المركز، نزل بنسبة لا تزيد عن 20% 25%. وهدول بشكل تلقائي نحن كنا نسكر حالات. فما أنا يعني وجود الخدمة عم بيخلي الناس أنه تكون أكثر اطمئنانا وتخف هاي الأعراض عندها. انا كل 10 دقائق بيجيني لا مش السبب. عموما هل تسمعوني زملائي الكرام؟ نعم هلا صوتك مسموع. هلا مسموع صوتك دكتور عمار. سامعيني؟ كان اوضح قبل دقيقه واحده. يبقى هناك كثير تسعدي. في دكتور نفس السؤال تقريبا لكن بطريقة مختلفة إلى الأستاذ أحمد الشيخاني. شو الإرشادات والنصائح اللي يمكن نوجهها ما بعد زمن كورونا؟ كيفية التعامل؟ كيف ستكون الأمور؟ ربما هو سؤال استشرافي وقائي قادم، لكن شو ممكن نوجه مجموعة من الإرشادات؟ هلا انا بتصور انه اهم مساله بما يتعلق بالاطفال هو يعني اول شيء احترام مسار الطفل بمعالجه وطريقته بالتعامل مع المشاكل او التاقلم. يعني ليس من وجهه نظري ليس من الصحيح انه انا افرض سرعه ووتيره التاقلم على الاطفال. الاطفال عندهم طريقتهم في التاقلم مع الاشياء، قد تسبقني وقد تتبعني، يعني قد يمكن يكون هو أسرع من الكبير أو يمكن يكون هو أبطأ من الكبير، ولكن بكل الحالتين مسار يعني خليني أقول تأقلمه مع الأحداث فيما بعد مسألة كورونا هي يعني تحترم بالنسبة لي. دور الأهل بهالحالة هو تقديم هذا الدعم، الاستمرار بالتواصل لمناقشة أو خليني أقول لفتح الحوار مع الطفل في أي تحديات أو أي مخاوف أو أي أشياء تشغل باله للطفل. مو دائماً لحنا كأهل عنا أجوبة على أسئلة هؤلاء الأطفال، وهذه نقطة يعني لا يجب أن نشعر فيها بالحرج أنه لحنا نحكي أنه صحيح نحن عم نشتغل مثلاً على حلول، ولكن لحنا لهلأ ما بنعرف مثلاً شو اللي عم يصير. بنفس الوقت اعتقد انه يعني عدم الضغط على الطفل بانه هو يحكي، يعني هو منيح اذا حكى
جيد انا اقدم له هذه الفرصه، ولكن اذا هو ما رغب بالحديث هذا ما بيعني انه في يعني خلينا نقول مشكله، انما انا ببعث له رساله انه انا موجود لما انت بتحب انك تحكي، فهو بيعرف على الاقل انه في عنده نقطه استناد بيرجع له وقت اللي هو بيقرر انه هو يتكلم. بالعموم انا بعتقد انه مساله حتى يعني انه اطلاع الاطفال على التحديثات اللي عم تصير، انه هلا احنا صرنا بمرحله جديده، لا زال في بعض الاجراءات اللي احنا بدنا نشتغل عليها، ولكن صار في فرصه انه نعمل كذا وكذا. هذه كمان يعني الاستمرار بالتواصل، الاستمرار بتحديث المعلومات، لانه بالاخير الطفل يعني مصدر موثوق بالنسبه له المعلومات من اهله اكثر شيء بالعموم، ويعني والانتباه لوسائل التواصل يلي ممكن تكون فيها معلومات مو دقيقة، فبالتالي انه يكون في شوي دور من الاشراف على هذا النوع من المسائل. اعتقد ايضا انه مسألة يعني خليني اقول يعني الحفاظ على الاستثمار التجربة السابقة، يعني ممكن يكون في بعض، يعني انا واحد من الناس اللي كان مثلا ما كان عندي كل هذا الوقت اللي اقضيه مع الاولاد او بالبيت، لانه طول الوقت في عندي سفر وشغل، فبالتالي كان في شيء طيب صار بهالفترة هي، فانه هذا مفيد انه يتم يعني مثل درس متعلم مستفاد، يعني ولو ما بضره يكون يعني كل يوم يصير مثل ما مثلا بهالفترة، ولكن فيما بعد انه هي التجارب ممكن تستمر ولو يعني ولو كانت قليلة يعني. فهذه بتصور مشاركة لأنه مشاركة في الأعمال المنزلية كمان. أنا ماني حدا كتير منيح بهاي القصة مع الأسف، إذا ما أكذب أقول لك لا والله أنا منيح الرجل يعني أصبح جزء لا يتجزأ. مع الأسف أنا حدا كسلان. أستاذ أحمد ضل سؤال، أشكرك على إجابة. ضل سؤال يمكن على الدكتور عمار البيطار من أحد المشاركين. هو سؤال جميل حقيقة، أنه كيف يمكن أو برأيكم أن نعيد للشخص أمان الشبكة المجتمعية في هذا الوقت بعد الحظر، خاصة للشخص اللي يعاني أساساً من الخوف المبالغ في من المرض. هلا شبكة الأمان المجتمعية ما بعد زمن كورونا. تفضل دكتور عمار. شبكة الأمان المجتمعية هي ما بالضرورة تكون شبكة كتير كبيرة أو يكون عم تواصل مع عدد كبير من الأشخاص، هي بتعتمد على نوع العلاقة. يعني نحن بدنا نشجع الشخص على يكون له حدا يحسن مين أكتر حدا قريب منه بيسمع له ما بيحكم عليه، ممكن يكون بزوده بشيء بيعطيه طاقة إيجابية بيفرجيه الدنيا، يعني بيفرجيه جانب المشرق من الحياة، يعني بيفرجيه نصف الكأس الملآن. نعم نحن لما نقعد مع المستفيد فمنحاول نحن ندور على مصادر قوة تعزز ثقته بنفسه، مصادر قوة تعزز ثقته بالمحيطين فيه، بدنا نأكد له على أنه نحن موجودين، الخدمة موجودة، إذا احتاج دواء فالدواء موجود. فهو حيبدأ يعطينا معلومات مين مصادر الدعم تبعه، مين الأقرب له، مين في محيطه، زملاء عمل إذا هو ما عم بيشتغل في زملاء عمل سابقين، الطلاب مدارسهم، زملاء المدارس، السيدات كانوا يروحوا على مراكز خدمة مجتمعية، في بعض البيوت اللي فيها الصباحية بتصبحوا نسوان مع بعض بس يطلعوا رجالهم بيعدوا بيفطروا بيحكوا بيشربوا قهوة. فبدنا نبحث نحن شو الشيء الأسهل بالحقيقة، هو شو المتاح الممكن، نحن بدنا نتحرك ضمن حدود الممكن، ما بدنا نحمل الشخص عبء زيادة، بدنا نشوف شو الممكن والمتاح بالنسبة له ونضويله عليه. يعني نحن بنرجع بنقول انه في نكته بيحكوها عن جحا انه كان عم يدور على شيء بالليل، فاجا واحد قال له شو عم تساوي هون، قال له والله عم بدور على المفتاح، قال له وين ضيعته، قال له ضيعته هنيك، قال له ليش عم تدور هون، قال له لانه هون في ضوء هنيك ما في ضوء. فبده يكون المقدم الخدمه عم ينتبه لهي النقطه انه انا هل هذا، وهون نحن بنرجع انه ليش اسمه دعم نفسي ذا بوينت يعني صحيح نعم. صحيح اسمه دعم نعم. نفسي اجتماعي، لانه انا بدي اشوف شو الممكن والمتاح، شو الموارد شو المتاح انا ابني عليها، ما بدي ابني يعني ابني له قصور فوق الرمال وهو يطلع من عندي ايه تمام كل شيء تمام، بيطلع من عندي بده ينفذ ما بيطلع بايده شيء فيحبط بزياده. فانا بدي يكون حاول يكون يعني خدمتي عملياتيه قادر هو انه ينفذها. هلا نحن عم نشتغل بشيء اسمه البي ام بلس، البروبلم مانجمنت بلس او المعالجه المتقدمه للمشكلات، هي بتركز على ادوات على اكساب الشخص، الاشخاص اللي ما لهم مرضى
بتعطيهم مهارة، بتعطيهم معرفة، بتعطيهم بتمرنهم على هذا الشيء. نعم. نعم هو شيء مستند على العلاج السلوكي المعرفي، ولكنه هو تداخل تحت اختصاصي. ممكن بعض الزملاء عم ياخذوا منه مثلا تعزيز شبكة الأمان المجتمعي بخطوات، كيف نحن نقسم له نجزئ له، يعني هو بيستصعبها، انا كيف بدي اعمل علاقه، كيف بدي اسس لصداقه، كيف بدي اتعرف. جميل. فمنقسم المهمه وفق جدول لعده مهمات صغيره تاسك. وهو يقرر انه انا شو بدي اساوي بكره، والله بدي ارجع اتواصل مع زملائي اشوف مين منهم فاضي، اللي لحلاقيه فاضي حشوف امتى الوقت اللي هو مناسب له نطلع، حاعزمه انا نطلع نشرب، ما معي مصاري كثير، فانا حساوي شاي في البيت ونطلع على الحديقه نشرب شاي على نفس على نفس مبدأ تشكيل السلوك، تبدأ بجزئيات بسيطة إلى أن نصل ل... نعم ما شاء الله عليك دكتور. تماما. حقيقة في الكثير لسه من الأسئلة، ولكن في نضيف شيء بسيط لا يسمح لا يسمح إلا إذا في أسئلة أخرى، لكن حقيقة أنا في أعقب إذا في مجال على نفس السؤال اللي تفضل جواب عنه الدكتور عمار. أيام يعني نعم. تماماً باللي قاله الدكتور عمار، ولكن رح أسأل الضوء على نقطة تانية. قد يكون فعلاً الشخص اللي عنده الخوف مبالغ فيه من المرض، قد يكون أفضل شيء يعني بالإضافة اللي تفضل فيه الدكتور عمار، ولكن إذا تم إذا كان في تعطيل لحياة هذا الشخص، هذا صحيح. أداؤه بالعموم أداء بحياته يعني تأثرت بشكل أو بآخر، فهو ممكن يكون كشخص أنا من حوله أفضل شيء يعني أني أنا أوصله على خدمة متخصصة وأقول له أنه هذه المشكلة تحتاج إلى تدخل متخصص. فبالتالي يعني أنه كل اللي عم تفضل فيه الدكتور عمار صحيح 100%، ولكن ممكن يكون أيام ببعض الأوقات زب شوف انه حياته تعطلت وتاثرت، فانا هون افضل نقول له انه انا على احسن شيء رح اقول انه تفضل انه توصل لخدمه متخصصه، لانه بحاجه لهذا النوع من التدخل قديم. صحيح صحيح. متى تعطلت وظائف الحياه اليوميه وصار فيها خلل، اصاب خلل، هنا لابد انه الشخص لا يكابر على نفسه، يلجا لجهات الاختصاص. حقيقة لا يسعني في نهاية هذه الندوة إلا أن أتقدم بالشكر لجميع الزملاء المشاركين لإثراءهم حقيقة للندوة النقاشية بخبراتكم ومعارفكم اللي أثرت حقيقة، ونسأل الله يا رب أن نلتقي في مرات قادمة وقد زالت هذه الغمة عن الأمة كاملة إن شاء الله بإذن الله. وسعيد جدا بلقائكم، أكرر شكري للزملاء الدكتور عمار بيطار والأستاذ أحمد شيخاني والأستاذ آلاء بتول، شرفتونا. حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا للفريق التقني وراء الشاشة وللجمعية السورية. شكرا للجنود المجهولين أكيد طبعا للجمعية الطبية السورية الأمريكية للأستاذ عدنان وليث. حياكم الله جميعا. شكرا جزيلا للجميع. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. نلتقي في مناسبات أخرى. يا هلا. السلام عليكم. حياكم الله. السلام عليكم.